وكأنه يوم القيامة يضرب الإمارات بشدة هذه الأيام من خلال موجة عاصفة يتخللها كرات من الثلج تتساقط بغزارة على مدن الإمارات، تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة من السيارات والمباني، بالإضافة لفيضانات عارمة تجتاح دبي والعين ومدن عديدة، أغرقت السيارات والمباني والمحلات ببحر من الفيضانات الهائلة. هذا التغير الهائل بالطقس بالإمارات له دليل كبير على التغير المناخي الذي يسود دول العالم. قد نستطيع تسميته غضب الطبيعة يجتاح الإمارات هذه الأيام. لقد وقف العديد من مواطني الإمارات والمقيمين هناك مذهولين أمام هذه العاصفة الكبيرة، والتي تسببت من رياحها وأمطارها وكرات الثلج المتساقطة بقوة، تسببت بخسائر اقتصادية وما زالت الخسائر مستمرة حتى الآن. ويتوقع خبراء الطقس أن تسود الإمارات بعض الموجات الشبيهة في الأيام القادمة وربما خلال فصل الشتاء الحالي، وقد تمتد لدول أخرى مجاورة. بالفعل علامات التغير المناخي تثير الاهتمام.